أسطورة الدفع الرباعي مفضل في المملكة منذ 60 عاما. حضور راسخ بمقدمة مميزة بالأناقة والجرأة وخلفية تكمل الشعور بالاستقرار والثبات. شبك أمامي من الكروم الفضي، أنوار أمامية بتقنية LED مع كشافات ضباب رياضية، فتحة سقف، مرايا خارجية بطي كهربائي وإضاءة، قضبان كروم فضي على السقف، مقصورة لاند كروزر رحبة وفخمة بمقاعد الجلد الفاخر مع تحكم بالمقاعد الأمامية وتهوية وذاكرة لكرسي السائق وطي مقاعد الصف الثاني والثالث لراحة الدخول والسعة، مع أماكن التخزين وحاملات الأكواب المتعددة وثلاجة، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية. قيادة لاند كروزر تتناغم مع تقنياته المتطورة وراحته، وتمتاز بالسيطرة التامة بدءا من مفتاح الدخول والتشغيل الذكي إلى لوحة العدادات المتطورة بنظام أوبتيترون، إلى المقود الرياضي بأزرار التحكم، إلى نظام التكييف الأكثر تطورا في العالم بأربع مناطق تحكم مستقل، إلى النظام الصوتي المحيطي الراقي بمسجل اسطوانات DVD ونظام بلوتوث للهاتف، وشاشة ملونة بقياسة 4.2 بوصة متعددة المعلومات تستخدم تقنية ترانزستور الأغشية الرقيقة، وأيضا نظام الترفيه الداخلي بوجود شاشة عرض لصف المقاعد الثاني يبلغ حجمها 11.6 بوصة، مع منافذ توصيل المشغلات USB وAUX و14 سماعة، مع نظام 4 كاميرات ذات الرؤية المحيطية. وتتعزز السيطرة في قيادة لاند كروزر بالأداء الفائق على كل أنواع التضاريس، ببنية الجسم والهيكل المدمجة بإبداع، وبنظام الدفع الرباعي المستمر، مع نظام تعليق هيدروليكي للتحكم بارتفاع السيارة، نظام التحكم بالزحف، ونظام صعود المرتفعات، بمحرك بنزين 8 اسطوانات سعة 5.7 لتر ذو 8 سرعات يمتاز بالهدوء وانسيابية الأداء، و 4.6 لتر ذو 6 سرعات أو 6 اسطوانات سعة 4 لتر ذو 5 سرعات، أو محرك ديزل 8 اسطوانات سعة 4.5 لتر ونقل حركة ذكي ب6 سرعات مع خاصية التحكم اليدوي الرياضي. كما تم تزويد تويوتا لاند كروزر الجديد بباقة من تقنيات السلامة المتقدمة المعروفة باسم تويوتا سيفتي سنس، والتي تتضمن العديد من الأنظمة: نظام الأمان قبل التصادم، نظام تثبيت السرعة الراداري، نظام الإضاءة العالي التلقائي، إلى نظام التحكم في توازن السيارة، إلى 10 وسائد هوائية مع ستائر الهوائية SRS لجميع الركاب، وإلى الأنوار الأمامية المشتركة لتعزيز الرؤية، والأنوار الخلفية ونور الإيقاف LED. مفخرة الأرض لاند كروزر 2016.